على نار الحطب الهادئة يطبخ الفول 13 ساعة متواصلة، بعد أن يضع محترفو صناعته خلطاتهم السرية التي يشتهر بها فوالو مكة المكرمة. مع طلوع الفجر تستقبل جرة الفول عشاق هذه الوجبة الشعبية التي لا يصمد أمامها الفقير والغني. ومع حلول المساء يقبل القاصي والداني حتى من خارج مكة المكرمة بحثاً عن هذا الطعام. الفول طبعاً أكلة على قولتهم لحم الغلابة كذا تشبع، حلوة، أكلة قديمة كذا ما لها غنى طبعاً، يعني الواحد يخرم لها. الفول فيتامينات يا ولد الحلال من جميع نواحيه، زي ما تاكل اللحمة وتاكل السمك وتاكل الدجاج، هذا الله سبحانه وتعالى جعل فيه شيء كثيرة، وأحسن كمان من اللحم وأحسن كمان من الدجاج. تختص محال بيع الفول بطبيعة اجتماعية خاصة، إذ يصبح بائع الفول جزءاً من حياة الناس، يكونون معه علاقة يسودها الإخاء والمحبة، إذ إن المكاسب المعنوية أهم عند أرباب هذه المهنة من المادة. ونحن أهل الصنعة، والله نشتغل للصنعة دي أشكل ما نشتغل لعيالنا، وهذه أمانة ورثناها عن أبونا. الحمد لله عرفنا بأحسن الناس وعرفنا بأطيب الناس، وأهل مكة أطيب ناس وأهل المملكة بصفة عامة. يعني بعيداً عن وصف الفول بأنه لحم الفقراء، تختص هذه الوجبة بميزات غذائية تزيد من الإقبال عليها لتكون سيدة المائدة في كثير من المناسبات، خصوصاً إفطار رمضان. ما شاء الله تبارك، هذه وجبة رئيسية تعتبر، وغنت عليها صباح، يجيب الفول كل من داري يجيب طبق الفول ولقمة جر لقمة ويشبع ويقوم على طول، هذه وجبة رئيسية. تعرف بالنسبة لرمضان لازم هذا الشيء اللي هو بالنسبة للفول، وبياخذوا أهل مكة أكثرهم هذا الشيء وفعلا بياكلوا هذا الشيء، وهذه وجبة رئيسية تعتبر بالنسبة للمائدة حقت الفطور. أي وجبة خالية من الفول في رمضان لا يمكن إنها وجبة كاملة، لا يمكن مهما كان. والله في ناس يمروا علينا يفطروا عندنا هنا، هو يبغى الفطور لا الفول، يلحق عليه المغرب يفطر عندنا هنا. إنها الجرة السحرية التي تجمع الكل حولها، شهرتها من طعمها محتفظة بمكانتها التي ترتفع في شهر رمضان، لتصبح جرة الفول أغلى من برميل النفط.